كم سنة أول ما بدأت تصوم أول رمضان ليك؟ كان عندي 10 سنين. كنت بتصوم للمغرب ولا العصر؟ كنت بصوم للمغرب. 10 لحد العصر ولا المغرب؟ لحد العصر. حوالي 8 سنين. كان بتصوم لحد العصر ولا المغرب؟ المغرب. الحمد لله. كان عندي 6 سنين. لحد المغرب ولا العصر؟ لا، لغاية المغرب. أول رمضان ليا كان عندي 5 سنين تقريبا، بس ما كنت 5 سنين؟ اه. لحد العصر ولا المغرب؟ لا، كنت بصوم لحد العصر مثلا، ممكن اكل حاجه في وسط اليوم خفيفه كده، اقعد اكل بقى معاهم وجبه كامله اول ما الاذان ياذن. طب ورمضان بقى صيام لحد المغرب كان وانت كام سنه؟ ممكن كنت ابتديت اصوم بقى يعني في رمضان كامل كده وانا 12 سنه مثلا. كان عندي 11 سنه. 13 تقريبا.